على مدار 6 أيام خضع 13,000 طالب في قطاع غزة لتدريبات عسكرية مكثفة، وذلك ضمن برنامج أعدته وزارتي التربية والتعليم والداخلية بالحكومة المقالة، والذي أطلق عليه مشروع الفتوة. غزة شهدت تخريج الفوج الثاني من طلاب هذا المشروع بحضور رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، الذي توعد إسرائيل بهذا الجيل. يا ويلكم يا بني صهيون من هذا الجيل الذي لا يعرف الضعف طريقا إلى قلبه، جيل الحجارة وجيل الصاروخ وجيل الأنفاق وجيل العمليات الاستشهادية. ثمرة التدريبات التي تلقاها طلبة الفتوة برزت خلال حفل تخرجهم، حيث أظهروا مهارة عالية في تنفيذ الحركات القتالية التي تعلموها ومهمات الإنزال التي لا يقوى عليها سوى الكبار. أما هذا الطفل فقد بدد هذه النظرية، ففي غزة الكل يحمل نفس الهم، ولا مناص من مواجهة يكون فيها الصغير شريكا للكبير. لم يبقى لهم إلا 8 سنوات. 8 سنوات أيها الإخوة الكرام، ولذلك لا يوجد عندكم يا أبنانا يا إخواننا الوقت في التدرب. تعلموا، تدربوا، تفننوا، اخترعوا بفضل الله. أهم ما عول عليه القائمون على مشروع الفتوة هو تعزيز المفاهيم الأمنية لدى الطلاب لتفادي الوقوع في شرك الموساد الإسرائيلي وترسيخ معاني الوطنية على عكس ما تريده إسرائيل. فيا شباب الفتوة، اثبتوا على الطريق، واصلوا ما بدأتموه في المخيمات من عمل، احفظوا ما تعلمتموه وطبقوه في الميدان عند لقاء العدو. مشروع الفتوة أصبح اليوم معتمدا في مدارس قطاع غزة الحكومية، حيث يدرس بواقع حصة أسبوعية. فالعقيدة الراسخة لدى حكومة غزة أن المواجهة مع إسرائيل قادمة، لذا وجب الإعداد والاستعداد جنبا لجنب مع فصائل المقاومة الفلسطينية. مشروع الفتوة في قطاع غزة ليس الأول ولن يكون الأخير، فالقائمون على هذا المشروع يرون أن ديمومته أو انتهاءه مرتبط ارتباطا وثيقا بدوام المحتل أو زواله. محمد شاح، التركية، غزة، فلسطين.